دكتور أهلا بيك. دكتورنا الكريم، حدثنا عن أهمية الكلمة في ديننا وفي المجتمع. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل في محكم التنزيل، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، القائل في صحيح حديثه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. في البداية بنحيي عليك والقائمين والعاملين والمشاهدين والمستمعين والجميع بتحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وبنشكر لمعاليك لاختيار الموفق لهذا الموضوع، لأنه من الأهمية بمكان، وهي الكلمة. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فنعمة البيان، نعمة الكلمة، نعمة اللسان من أجل نعم الله على العباد، ولا يدرك قيمة وأهمية هذه النعمة إلا من فقدها. الذي لا يستطيع أن يتكلم، أو الذي عنده مانع بيمنعك مرض من الكلام ولا يستطيع أن يعبر عما في داخله، فبيحس بأهمية هذه النعمة، نعمة البيان. علمه البيان. اللسان ده تعب الدنيا قوي، ده نعمة من ربنا، نعمة من أجل نعم الله عز وجل. ورب العالمين ذكرها مع إيه؟ علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى الإنسان ببيانه، الإنسان بلسانه، الإنسان بكلمته. قيمة الإنسان هتتوقف على هذا. فدي من أجل نعم الله عز وجل. نعم الله عز وجل، إما أننا بنشكر ربنا على هذه النعمة أو نكفر بهذه النعمة. شكر النعمة أن نستخدم النعمة فيما جاءت من أجله، وكفر النعمة، الكفر بالنعمة استخدام النعمة فيما ليس، لم يأمرنا به ربنا، أي في غير مجالها. طيب ربنا أعطانا نعمة عظيمة جليلة، نعمة البيان، اللسان. يبقى عشان نشكر ربنا نستخدمه فين؟ في اللي أمرنا به ربنا. لأن الكلمة يا أستاذي بيها تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، بكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة تحرم فرج امرأة، بكلمة تصلح بين اثنين، بكلمة تفسد بين اثنين، بكلمة تجمع شمل أسرة، بكلمة تشتت شمل أسرة، بكلمة فلان ما يخرج، فلان ما يدخلش السجن، وهكذا. إذن الكلمة من الأهمية ومن الخطورة بمكان. وترك الألسنة تلقي التهم جزافا بدون بينة ولا دليل ولا برهان على فلان وعلان وفلانة وإلى غير ذلك، بدون دليل ولا برهان ولا ذلك، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء وقت ما شاء في من شاء وكيف ما شاء، ثم يصبح آمنا مطمئنا. إيه اللي يحصل في المجتمع لو حصل ده كده؟ كل واحد بيقول اللي هو عايزه في اللي عايزه. طب قبل دكتور ما نخش في خطورة الكلمة، عايزين مفاتيح الكلمة الطيبة. عشان نرجع لمفاتيح الكلمة الطيبة ونقول إن دي نعمة من نعم الله عز وجل، لابد يكون عندي المقومات. ايه الاول مقومات؟ الايمان بالله عز وجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ربط لنا بين الكلمه وبين الايمان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يبقى اللي هيجعل الكلمه بتاعتي كلمه طيبه نافعه صالحه هو الايمان، صفاء القلب، الايمان، قوه الايمان في القلب، بينبعث منه التيار الايماني، النور الايماني بينعكس على كل الجوارح، فبتنقاد الجوارح في طاعه الله. يبقى اللسان يكون في طاعه الله عز وجل، اللسان يكون في الخير، اللسان يكون في الصالح فقط لا غير. يبقى قوه الايمان، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. طب الايمان ضعيف، تجد بقى الكلمات هنا بقى، التهم اللي بتلقى على الناس جزافا. من اجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قانون: المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية: من سلم الناس من لسانه ويده. بدأ الأول بالإيه؟ باللسان. من لسانه ويده، الأول باللسان. ليه؟ لأن دي حديث قليل المبنى لكن عظيم المعنى. المسلم من سلم الناس أو المسلمون من لسانه ويده.
يعني أنا لا هشتم فلان ولا هسب فلان ولا لعن فلان ولا اغتاب فلان ولا أسعى بالإفساد بين الناس، إنما علي أن أخذ هذا في الخير. ليه بقى؟ رب العالمين ربط هذه الكلمة بالتقوى، يبقى النبي ربط الإيمان بالكلمة الطيبة وكذلك التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إيه اللي يترتب على وجود هذا؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى صلاح الأعمال وغفران الذنوب متوقف على القول السديد، كلمة يعني حفظ لسان عبادة. من أجل النعم، من أجل النعم ده، هو يعني إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم.